السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله. الاخوان اليوم تبارك الله عندنا في طنجه الشتاء، تبارك الله واحد الجو اللي هو رائع. عرفتي ملي كتكون جالس ولا كتكون ناعس وكتسمع الصوت ديال الشتاء كتحس بواحد الراحه. شوف انا نقول لكم كامل، شوف تبارك الله، شوف الشتاء الاخوان تبارك الله. لا الخير الاخوان، كنشكركم بعدا بزاف على الناس اللي تابعنا عبر اليوتيوب او عبر فيسبوك، والناس اللي اشتركوا في القناه اللي هما كيوصلوهم الفيديوهات ديالي. وكاين بعض الناس ديما كنقول لكم ما كيديروش الاشتراك وكيوصلوهم الفيديوهات اللي هما معطلين، وديما كتدوز واحد المده على الفيديو 3 شهور او 4 شهور او سيمانه عاد كيقول لي انا عاد شفت اليوم هذا الفيديو هذا. ديما كنقول لك دير الاشتراك، الا ما عرفتش شنو هو الاشتراك شوف شي ولدك، لان انا الناس اللي تابعيني عبر الصفحه ديالي هما من 25 عام حتى 65 عام، اكثريه 70% من 35 عام من 60 عام، وبين 35 و 25 غير 31%. لان علاش دابا هاد المسائل اللي كنديروا حنايا كيتبعوها غير الناس اللي كيكونوا صافي كلشي طلع لهم في راسهم، كيتجهون المعقول. ملي كيكمل 35 عام اولا كيفوت 30 عام عاد كيفكر في المستقبل ديالو، في الدار، في الارض، في بارتما، في فيلا، يبني الدار، يبني المستقبل. ان الانسان اللي كيكون مازال صغير مازال بين 20 و30 او 18 هادشي ما كيشوفش فيه مره، ما كيشوف لا اراضي لا ديار لا عنده شنو اللي كيشوف، هو عنده المسائل اللي كتهمه هو، اللي هي الحاجه التافهه، الغناء والشطيح والرديح. ملي كيوصل 35 عام اولا ملي كيفوت 35 عام عاد كيبدا يفكر في الارض، يبني الدار، يبني كيكون فات الفلوس ديك الساعه. شحال من واحد كيكون عنده الفلوس كيدخل الفلوس بصح غيقدر يشري بارتما او لا دار او لا او لا او لا ارض، ما كيفكرش في هاد المسائل مره. حتى كيمشي واحد 45 عام او لا 35 عام عاد كيفكر في حتى كيحس بالزيار، خصو يتزوج، خصو الدار، خصو بزاف ديال المسائل. اللي هو الاخوان كاين بعض الناس الكبارين ما كيفهموش شنو هو الاشتراك. حاول تشوف شي واحد من العائله ديالك، ولدك او ولد بنتك او لا او لا خاك، هو اللي غادي يوريك الاشتراك باش الفيديو اللي كننزل كيوصل لك، كيوصل لك مباشره ديك الساعه كيوصل لك، كننزلو كيجيك بحال الميساج كتشوف انت الاول. يقدر تكون شي همزه، راه بعض المرات كيكون الهميزات بحال واحد الدار كنا دوزناها، ما نقولش السفر ما نقولش الدار بالضبط، ولكن راه كاين الناس اللي شافوها اللي فيها 8 ديال البارتمات، فيها 8 البارتمات تبارك الله، راه هو مشروع وفي واحد الموقع مزيون. تباعت هذه عاد الناس بداو كيصيفطوها لي، تباعت هذه شهرين وعاد الناس بداو كيصيفطوها لي، فيها 8 البارتمات تباعت 130 مليون. الاخوان الموضوع اللي باش انا عدلت الفيديو هذا اللي بغيت نهضر عليه اليوم، اللي واحد الحاجه اللي هي كتهمني وكتهمكم نتوما، انا النوع ديال العقار اللي كننزلو في اليوتيوب ماشي على اساس باش يبقى عندي في لاشين ديالي، على اساس باش نبيعو. انا كنمشي نصور وكنمشي ياخور، كما قلت لكم كنمشيو نصورو النوع ديال العقار باش كنديرو للبيع. وكاين بعض الناس كيطلب واحد الثمن اللي هو زايد، اللي هو زايد كثر من الزياده. حنا كنحاولوا نفهموهم، كنقولوا لهم لا راه الثمن زايد، كنقول لكم انت غيعمل الثمن. كدوز واحد المده ما كيتباعش ديك النوع ديال العقار وكيبقى يعيط لك، وعلاش ديالي ما تباعش وديال فلان تباع، وعلاش ديال وكنقول له راه انت عملتي الثمن خصك تنقص شويه الثمن، راه الا بغيتي تبيع راه خصك تنقص. كيقول لي وانا تقمت عليا وانا هذا، تعرف انتم عارفين ديك القضيه ديال بنادم اللي ما كيشبعش خاصو يدي بزاف. شحال من دار سبحان الله العظيم الناس اللي كيديروا الثمن مناسب، والله العظيم الا كتباع في سيمانه في 15 يوم، نقولوا حنايا شهر كاع. وكاين بعض الناس صورنا لهم الدور ديالهم ولا اراضي ديالهم باقيين في اليوتيوب، يا هذه عامين ثلاث سنين عام باقي ما تباعوش، وكيعيط لك كيقول لك. وكاين بعض كاين شي وحدين عندهم شي ديار ديالهم تقريبا عامين هما من قبل كورونا ودايرين واحد الثمن ما بغاوش يهبطوا عليه مره. وكنقول لهم الا بغيتي تبيعوا نقصوا الثمن، راه هذا الثمن ما حنا كنتبعوا السوق، حنا ملي كنشوفوا الكليان كيجي يشوف. ودابا الناس اللي كتشري راه ماشي غير اجي وشري صافي، بحال شحال هادي كتقول له هادي 100 مليون كيعطيك مليون. دابا راه كان الناس اللي كيخلصوا الفلوس راه مادام كيخلص 200 مليون خصو يعرف ديك 200 مليون شحال غادي تدخل له،
ماشي حط لك 200 مليون لهي وبقى يتفرج فيها، خاصو تدخل له واحد 3 ديال المليون اولا 2 ديال المليون. الناس دابا كيعملوا عمليه حساب، قدش ديك الغفله شحال هادي، وانت عندك دار في تجزئه كاين بعض التجزئات اللي هما قضيه كتكون فيهم نعسه، راه بعض العشوائي راه احسن من التجزئات، راه كاين شي تجزئات ساويين 200 300 مليون هي ما دخلت حتى درهم، مشيت نعس وصافي. والناس ما الناس ملي كيبغيو يشريو راه كيشوفوا الكراج واش يقدر يدخل شي حاجه اولا ما يدخل والو، واش ممكن يكريها شحال تدخل الكره. بزاف ديال الحاجات الناس كيديروا لهم الحساب. ولهذا كنقول لكم الاخوان، الانسان اللي عنده شي نوع ديال العقار ما يحاولش يطلع في الثمن. اياه عندك الدار ديالك الله يحسن العوان درت عليها ثمنها، ولكن تقهوى فيها تنتايا، ماشي تعمل واحد الثمن خيالي. الثمن خيالي تصور واحد السيد، عنده دار في التجزئه، شحال في التجزئه الدنيا خاويه كتصفر، كراج وثلاثه واربعه ديال الطبقات كيقول فيها 350 مليون. انا بعدا شخصيا والله ما نعطي فيها 100 مليون، والله ما نعطيها فيها 100 مليون، انا نعطي 350 مليون وما غادي تدخل حتى مليون فرنك في الشهر. والله يجزيكم بخير. حاولوا شويه، حاولوا شويه على هاد الغلا اللي كاين بزاف، لان كتلقى دابا الناس كيسمعوا الغلا وما كاين غير عطيهم الراس وكيعملوا الثمن، كيعملوا الثمن اللي بغاو هما صافي. كيقول لك الدار ديال فلان تباعت بالثمن، حتى انا نعمل بالثمن، حتى انا نعمل الثمن اللي عمل الجار ديالي اولا اللي عمل الصديق ديالي. هادشي اللي كاين الاخوان، والله يجزيكم بخير. حنايا ديما كنحاولوا نقصوا في الاثمنه ديال العقار. ديما الناس اللي كيعيطوا لي كنبيع لهم الارض ولا الدار، كنحاول نقص لهم. واحد الميساج للناس اللي كيبيعوا الاراضي، الناس اللي كيبيعوا الاراضي حاولوا ترخفوا على الناس شويه. انت الارض ديالك اللي كتبيع راك فيها الخير والبركه، كيبع الناس ما كيقنعوش، انا عارف كل شيء. تصور كيشري الارض ب 6000 درهم او 5500 درهم وكيبيعها ب 8000 درهم او 9000 درهم، كيدي فيها واحد 15 مليون 30 ديال المليون. وملي كيجي شي واحد يشري من عنده شي درويش، بعض ما كنطيحوا في الدراويج مساكن ما عندهمش، كيقول له خليني غير 100 درهم ولا 200 درهم باش نتعاون بها غير على المصاريف ديال الكتابه، وحرام واش كيعتقوا، حرام. واحد المره واحد السيد بعت له واحد الطف ديال الارض، هو كان شراه رخيص، بعته له كنا تفاهمنا ب 8000 درهم، 8000 درهم. وجا داك السيد عمل دار عمليه حسابيه، جبر غير يبقى له شويه ديال الفلوس باش يكتب، لان عاوتاني الكتابه كدي شويه ديال الفلوس. وديك وحاول كيحيد له شي 50 درهم من 8000 درهم، ما بغاش. وهذا السيد هذا ماشي نقول لكم ما عندوش، عنده الفلوس كنعرفو انا، عنده الفلوس بصح، عنده الديور عنده الاراضي. وهذا السيد اللي شاري من عنده كيقول له فلان حيد لي 50 درهم نتعاون بها، راه ما عنديش باش نكتب، ما بغاش. قلت له انا خلي من بعدو نهضر معاه، عيط له انا، عيط كنزوق فيه، عيط كنرغف فيه، ما بغاش. من بعد دازت شي 3 شهور ولا شي 4 شهور سيقت الاخبار بان باعوا بالثمن ناقص هذيك الثمن، هذاك طيح على بشي ثمن كانت واقيلا ناقص شي 200 درهم ولا شي 150 درهم. وعلاش اصاحبي، علاش ملي كتشوف شي واحد كيزوق فيك كيرحم لك الوالدين ديالك على 50 درهم وعلى 100 درهم انت غادي تغنيك؟ حاول تعاون مع الدراوش، انت عندك ديك الارض وعندك شي حاجه اخرى، كاين الواحد ما عندوش مره يلا باغي ديك الطرف الارض يقول بسم الله الحياه ديالو، يكون الاسره ديالو ويدير الدار ديالو ويدير المساء فيخ مع وليداتو. الانسان خاصها تكون فيه شويه ديال الرحمه، شويه ديال القناعه. بيع وشرايه اللي كيعاودوا البيع ما كيرحموش، كنعرفهم انا ما كيرحموش.
ولهذا اتقوا شويه الله في الدراوش. الدراوش مساكن راه كيجمعوا درهم درهم باش كي دابا مؤخرا. المهم شكرا لكم الاخوان، بلا ما نطول عليكم فيديو، المساله هذه خصها الموضوع ديالها طويل بزاف. انا كنحاول نوصل لكم الفكره باش تفهموا شويه. وتحياتي للمتابعين الكرام، بارك الله فيكم. لا بغى شي حاجه مرحبا الاخوان، الواتساب ديالي راه معروف